طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. ما زال العراق أحد أكبر البلدان في العالم من حيث عدد المفقودين، يصل إلى 1,000,000 شخص مفقود، 28,000 شخص غيبوا قسرا في نينوى وصلاح الدين والأنبار وديالى منذ عام 2014. لماذا لا تفتح الحكومة ملف المغيبين وملف المعتقلين دون أوامر قضائية؟ لماذا تغفل الحكومة عن عمليات التعذيب المستمرة في سجونها؟ اليوم أكد ذو المخفيين قسرا في محافظة الأنبار بأن ملف المغيبين لا يزال معلقا، حيث أن مصير 9,000 شخص في مدن المحافظة ما زال مجهولا لغاية الآن. وسائل إعلام نقلت عن عائلات المغيبين بأن بعض مناطق محافظة الأنبار غربي العراق أصبحت مدنا غاب عنها الرجال، بينما الأطفال والنساء يعملون لإعادة أو لإعانة أهاليهم. تشير العائلات إلى أن غالبية المغيبين اعتقلوا بعد هروبهم من مناطق داعش على أيدي القوات الأمنية والميليشيات. من جهته قال مدير ناحية الصقلاوية سعد غازي بأن أعداد المغيبين من الناحية وحدها بلغ أكثر من 745 شخصا فقدوا أثناء العمليات العسكرية عام 2016، لافتا إلى تقصير الحكومة بدعم عائلات المغيبين وعدم الجدية بالتحقيق بمصيرهم. كذلك تحدث تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن أوضاع حقوق الإنسان في العالم ومنها العراق، حيث قال بأن الميليشيات المنضوية تحت الحشد غير خاضعة لسيطرة الحكومة في العراق. وأضاف التقرير بأن تلك الميليشيات تخضع عمليا لما يصدر من إيران، وأشار التقرير إلى أنها ارتكبت انتهاكات عديدة موثقة في حين لم تتخذ الحكومة الحد الأدنى من الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات. وبيّن بأن قوات الأمن وقوات البشمركة في كردستان العراق ارتكبتا انتهاكات مماثلة ولم يخضع أحد من المسؤولين للمحاسبة في ظل حالة الإفلات من العقاب السائدة في العراق. هذا تقرير وزارة الخارجية الأمريكية. طبعا تضمنت الانتهاكات التي رصدها التقرير الأمريكي جرائم القتل غير القانوني والتعذيب والإعادة القسرية للنازحين والإخفاء القسري، فضلا عن تفشي الفساد الحكومي المالي والإداري في المؤسسات الرسمية. وطبعا الجهات الحكومية تضغط باتجاه إعادة النازحين من مخيماتهم، مع العلم بأن هناك مدن مدمرة. طبعا الهدف هو الانتخابات والحصول على أصواتهم. سبق أن تحدثت عدة تقارير حقوقية عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، وأكدت تقارير لمنظمات كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عن تواصل سياسة الإفلات من العقاب في العراق، لا سيما لقتلة المتظاهرين، حيث لم تظهر التحقيقات الحكومية أو لم تظهر التحقيقات الحكومية الفاعلين ولم تسلمهم إلى القضاء. تشير التقارير حول أوضاع المعتقلين إلى انتزاع الاعترافات تحت التعذيب، لا يزال نمطا سائدا لدى القوات الأمنية والميليشيات، بينما حرم المعتقلين في السجون أو حرم المعتقلون في السجون من حقوقهم ومن تكليف محامين أو التواصل مع أقاربهم، فضلا عن موت العشرات تحت التعذيب لا سيما في سجن الحوت في الناصرية. طبعا بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لها تقرير سابق تحدثت بأن يوجد واحد من أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم في العراق، حيث قدرت اللجنة الدولية للمفقودين التي تعمل بالشراكة مع الحكومة للمساعدة في استرداد المفقودين وتحديدهم بأن العدد قد يتراوح بين 250 ومليون شخص. وكذلك منظمة Human Rights Watch منذ عام 2016 تقوم بالتوثيق عمليات الإخفاء القسري المستمرة على أيدي قوات الأمن
على حد علم المنظمة لم تفعل السلطات في بغداد وإقليم كردستان العراق ما يكفي لمعاقبة الضباط والعناصر المتورطين في حالات الإخفاء. معنا اتصال من الموصل. أبو صالح من الموصل، تفضل أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نتحدث اليوم عن... رحت نعم اليوم رحت للأيسار اليوم هذا سنتي أنا 4 سنين أنا ما ندلهم، رحت قدمت طلب لحقوق الإنسان. نعم. يقولي والله دورنا ما خلانا، دقة طلعوا سامي محكومين وطلعوا سامي 17-16. قلت له استاذ سجناء بغداد عندك 20-30 سجن. يقول كلها دورنا. قلت له زين خوش حكي. قلت له زين سجن الحوت التاجر احتولوا. نعم. قال لي ها. قلت له جاوبني، هذه كلها جعده نسوان وزلم، هي ما ظلتنا. قلت له تحمل سجن الحوت. قلت له تندلوا بالتاجي شما صاير هذا 30,000 بيه. قلت له بتحمل بالاشياء وانا مسؤول عن كلامي. هذا يا سجن، هذا سجن ناصية، سجن مال الحوت يسموه بالتاجي، هذا فقط للميليشيا وانا مسؤول عن كلامي. تمام. ابو صالح انت عندك معتقلين صاير. انت عندك اولاد او اخوتك معتقلين؟ اليوم 4 سنين. نعم. كم 4 سنين ما عندهم ولد قعدت على حديده. كم ولد؟ زنتين، واحد مالي 96 وواحد 92. نعم. ما لقيتهم؟ ما لقيتهم؟ ما لقيتهم. انا اليوم ما جاني سلمك، رحت على حقوق الانسان على الجانب ذاك على ايسر. نعم. لقاهم حاسبه قال ماكو. قلت وين راحوا؟ قولوا لي وين راحوا؟ قال والله احنا راح نبحث وكتابة نبحث. قلت هذا يومين الكتابة، هذا 4 سنين، هذا الطاسة وهذا الحمام. قلت غير مثل انتخاباتهم، انتخابات شهر 3 يسوونها سنة، الميزانية يصار لها سنة، يعني قلت والله ما اقبلها. السجين بالتعذيب ما سوى مثل ما سوى نور المالكي وهذا العامري، هذول السجناء ما سوى ربعهم. استوى واشتروا مواطن، فجروا بيت، اشتلوا حرمة، هذول يقتلون بلساننا ويقتلون بطفالنا ولدنا، خذوا كل السينة قشوا والرمادي والموصل وتكريت وديالة. حتى الطبل خفني رجلي. اليوم هذا يقول لي في قاعد نسر السجن. قلت له احد هذا مسؤول عن كلامي ما ابغى اتحمل. قلت له اكو واحد زيته لقنات صدقات. زين ابو صالح انت نعم ابو صالح انت عندك ولد اثنين. نعم. واحد مواليد 92 واحد 96، يعني شنو؟ نعم. كانوا بالموصل هم لو طلعوا ولو احد اعتقلهم وما تعرف مصيرهم وين، شنو قضيتهم؟ واحد منهم حارس العفو الرشيديه، اخذوه من الرشيديه، احنا كنا بالمخيم. اي هيك احكي لي، منو اللي اخذه؟ أنا خذته فرقة 16، هم يقولون الميليشيات، أنا كنت بالمخيم. نعم، إجوا للمخيم أخذوه. لا، جراح المخيم ورجع ظل شهرين، مواليد 92. تمام. إيه. بعدين. هذا الآخر، الآخر، الآخر عبا، الآخر من هنا فقدته بالمنطقة. فقدته بالمنطقة الساعة 10 الصبح. قبل ان تحررنا. ها من رجعتوا للموصل؟ لا لما جينا لما قلت قبل تحررنا قتال بيننا وبينهم حي. نعم. عطبنا قام الصفر بصنا استخبى العالم. فقدت الساعة 10 الصبح. 96 مجوز. ذاك الكبير 92 هم مجوز. وهذا اليوم 4 سنين اركض. دربت واحد على بغداد، دربت لي واحد
خوينا خاته نخوة وصل 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 من غادي حريم. يقول والله لو ما انت الحريم تشوف ايش علمتين على هذا المكان الجات هي بعد نقول مره صيغه زبونه بالسجن هذا البغدادي. يسجلونك سايق ابو التاكسي ويلا طلع من هنا انا نسمع سن شلاليق هذا بالقناه السجن الاخر وهذا ما له تاجي ما عليك التاج الاول والثاني والثالث لا تحكي عليه نحكي على هذا الحوت الاخر. انا واحد قال لي قال سجنت بيه قال سجنت بيه ست شهور قسم قال مو سجن قال فقط بس متعامل غير الحرس الثوري شلون استقال مين؟ جرف الصخر نعم القاضي الحرس الثوري تدريب على اني لا يوم واحد من النواب يروح يقول له ارجع لي انا بدزك ارجع احتلك شفت هيجي شفت وزير جندي ايران يقول له ارجع احتلك الاخر عامر هو عبد المهدي يروح يقول له نعم صالح هذه دوله هذه دوله جاوبني اخوي جاوبني يرحم ابوك مع الاسف جاوبني الموصل الموصل ثلاثه والثنين وكلها برياح قال لي واحد راح له ترى ثلاث سووا العيله كلها تعال برا افتح باب الشغل لا وجبه لا عندي راتب لا عندي صخام لا عندي صخام اربع حريم برقب حكم الله. نعم ابو صالح نسال الله ان يفرج عن جميع الابرياء. ابو صالح من الموصل كان معنا من الموصل كذلك ام فرحان تفضلي ام فرحان شنو قضيتك ام فرحان ام فرحان تسمعيني ام فرحان يبدو اننا فقدنا اتصال مع ام فرحان اليوم طبعا واحنا مثل ما يعني دائما نطرح موضوع المعتقلين والمساجين في العراق اليوم هناك الملايين من الأقرباء المفقودين في العراق اللي يعانون من عدم اليقين اللي يحيط بمصير أحد أفراد أسرهم. يعني احنا مثل ما استمعنا إلى أبو صالح وهناك آلاف مثل أبو صالح إذا مو أكثر يريدون بس يعرفون مصير أولادهم أو أقربائهم وين صارت بهم الدنيا هل هم ميتين هل هم طيبين وين موجودين في ظل طبعا تكتم الحكومة وعدم فتح هذا الملف الملف الإنساني. طبعا ظاهرة التعذيب كذلك يعني تفشت في السجون الحكومية وسط غياب العدالة ووسط غياب حقوق الإنسان خاصة بعد العام 2004. في تقرير صحفي في يناير الماضي كشف مسؤولان في العاصمة بغداد أحدهما في وزارة العدل قال بأن السلطات الأمنية والقضائية باشرت تحقيقا موسعا في ثلاثة سجون من السجون الرئيسية في البلاد بشأن معلومات عن حصول انتهاكات مروعة في السجون. أبرز تلك الانتهاكات متعلقة بتورط ضباط ومسؤولين بجرائم الاتجار بالجنس بين النزلاء ومساومة ذوي السجناء خلال زياراتهم السجون فضلا عن استمرار جرائم التعذيب عبر الصعق بالكهرباء والطعن بالسكاكين والحرق بالماء الحار والحرمان من الطعام والشراب. أم فرحان من الموصل تعاود الاتصال تفضلي أم فرحان. أم فرحان انقطع اتصال مرة أخرى مع أم فرحان. طبعا سبق لرئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير العراقية صباح الكناني أن تحدث في مقابلة تلفزيونية عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة داخل السجون منذ سنوات وكشف بأن السجون تضم كبار المسجونين بعضهم من كبار المسجونين وبعضهم من الأثرياء ومحكوم عليهم بعشرات السنوات لجرائم مختلفة. أضاف بأنه من خلال تواطؤ بعض الضباط والمسؤولين مقابل بدل مادي في عملية نقل شبان صغار السن إلى مكان سجن هؤلاء للاعتداء عليهم جنسيا ونوه إلى أن كبار السجناء باتوا أشبه بالعصابات ويمتلكون الكثير من الأموال وطالب بإرسال لجان طبية للكشف عن حقيقة ما يجري في السجون. الكناني قال بأن الأمر تعدى وجود عمليات مساومة وابتزاز العائلات المعتقلين من خلال الضباط الذين يتواصلون مع زوجات المعتقلين وأمهاتهم بدعوى نقلهم إلى مكان أفضل داخل السجن أو وقف التعذيب عنهم وكله من أجل الحصول على مبالغ مالية
وقال بأن قضية السجون تحتاج إلى مسؤول لديه غيرة وينتفض لما يحدث، لافتا إلى امتلاكه شهادات وتسجيلات مسربة من عائلات سجناء من السجينات. وراح نكمل باقي التقرير. معنا أبو محمد من السليمانية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، تفضل. أستاذ العزيز. نعم. بنت على السجون. نعم. اي بس ما قلت سجن الحين، يعني احنا هم المسجونين في المخيمات. ايه. محوطين في اربع ركان سين. يعني هو شو السجن الحوت. نعم. يعني استاذ العزيز اكو فرق بين نازحين السجن الحوت. يعني ما تطلعون انتم خارج المخيم ما مسموح لكم؟ استاذ العزيز حتى لو كان تخرج من المخيم، تخرج وين تروح؟ نعم استاذ العزيز ماكو شيء معين تروح عليه غير يعني عمال ترجع من المخيم، وين تروح بالله استاذ العزيز؟ بس سوق تمشي ما تقدر تمشي، يعني الاكراد يقوم يعطولك هاي والله بالزقداش انت عربي ومن هذه الاشكال، فما نقدر نخرج من المخيمات الى الاسواق. ولكن استاذ العزيز احنا سجن، احنا هم السجن، المسجون سجن الحوت ما يقدر يشوف بيته وقاعه وديرته. حاليا في كردستان ما نستطيع نروح نشوف بيوتنا ونشوف قياعنا، ما نقدر نشوف مناطقنا، اولاد مناطقنا، اولاد صلاح الدين. نعم. ما نقدر نشوف اولاد صلاح الدين. استاذ العزيز هذا يعتبر سجن. استاذ العزيز يعني هي اذا موازنه صار لهم يعني تقريبا بس سنه هي اجنب الموازنه، شلون يرجعون النازحين؟ يقول واحده الاخوات طلعت تقول موازنه مصيوبه مرض كورونا وارتفاعه. نعم. في من هذا المرض. استاذ العزيز يعني شلون احنا نرجع لبيوتنا ونقعد ونسكت؟ يعني بيوتنا مهدمة، يعني هاي الموازنة راح يقرونها، هل يشملون النازحين مع الموازنة؟ الله المعين. مستحيل. الله المعين والله يفرج عن جميع العراقيين. أبو محمد من السليمانية كان معنا. أم فرحان تعاود اتصال للمرة الثالثة، تفضلي أم فرحان. ألو. والله تفضلي. أنا أريد بس أني ابني مو إرهاب، يعني مشاجرة، هو ولد صار مسجون بتركيا في الحكم 7 سنين ودفعنا 50 مليون، أريد بس من البرلمان ينطون عفو للمحكومين. نعم. المشاجرة شو وقت حصلت؟ المشاجرة حصلت صار لها سنتين، يعني هو وياه مشاجرة وعندنا بناتنا اثنين اخذوهن الدواعش، فمعير وقال له لعبكم غير ما نسوكم ياخذنهن الدواعش، فمشاجرين هو وياه وتكاولوا وما قبل يتنازل الا 50 مليون دفعنا. واريد بس عفو من الكاظمي من قناتكم المفضلة. نعم. من البرلمان يدون عفو للمحكومين اللي ما عنده قضية إرهاب. يعني الحكم إرهاب هو؟ لا مو إرهاب، لا قضية مشاجرة بس، يعني جشاء هو وهذا. زين المشاجرة إيش نتج عليها؟ يعني قتل الشخص ولا شنو؟ السبب عليها يعني إنه جاي قتله، قضية قتل، يعني هو الولد طاب ما نشتل ما طاب. ها يعني بس ضربه. إيه فجج. إيه بس ضربه. نعم. ضربه 4 طلقات وما مات. ودفعنا 50 مليون وابننا كان يداوم بلا مبار، حرر حفيدة والقائم وعانع وراء وكلها حررها، وطلع هو كان طالع من جونا داعش وحررها كلها، بس مشاجرة هو وهذا العدد تشاجرة وبنت عمه وبنت عمته خذوهن الدواعش، قال له ما عندك غيره بنواتكم اخذوهن الدواعش وهذا الفجر عليه. وبناتك هسه ان شاء الله ما بهن شيء؟ لا والله راحن بناتنا، ما نعرف عنهم كل شيء. ليش اخذوهم؟ اخذوهم الدواعش. ليش؟ طلعني حكي وحده تشتل اسبوع كلمتها كان منتسيب وطلعت تحكي وبنت عمتها معها طلعني حكي واخذوهم الدواعش. ما نعرف عن كل شيء، خلت 5 جهال الله متوكل. يعني شنو التهمه مالتهم؟ التهمه مالتها انهن يجبسن بيوت. شنو؟ هن شنو؟ انهن يجبسن بيوت، الدواع وقت الدواعش انهن يجبسن بيوت، التهمه مالتهم. ما افتهمت عليك، ما افتهمت
شنو؟ يعني يدخلون مية الطيارة يضربون بيوت الدواعش. ها يعني اتهموهم بالتجسس. بالتجسس عسير. وهذا الولد ابننا انحرف من راحن فتكاون هو هذا العجي وقال له الشكل مثلكم عند الدواعش وضربوا والولد طاب كل شيء ما في دفعنا 50 مليون. شو مصيبة هاي لا حول ولا قوة. وحكومة بس القضاة استعاد القضاة بالفلوس واحنا ما عندنا فلوس تننطي. 7 سنين اخطبوه هو كان عسكري وحنا حارر عاني وراوي والقائم هو بالانبار يداوم بطريبيل عسكري وهالساعة أنا وحكومة بتلكيف أريد من قناتكم المفضلة ومن الكاظي ومن البرلمان يعطون عفو للمحكومين وما عندهم قضية رحالة. زين أم علي أم العفو أم فرحان أنتوا ما مثلا حليتوها بالتراضي ويا ذول الناس حتى يتنازلون عن القضية؟ إيش قد يعني ردني بس يعني ما يعني ما قبلوا مو خوش عشيرة أرادوا 50 مليون نطيناهم. إيه مو هاي فصلتوها بعد تنازل. خلاص؟ تنازل الولد تنازل يعني عند القاضي. بقى بقى الحق العام. بس بقى الحق العام صار من سنتين ويعني تقريبا يوصل 6 سنين هو مسجون. نعم. ابنه الحكم 7 سنين هو عسكري وراح ينفصل من عسكريته يعني ليش شدانه وما عندنا بس الله وهو. وخواته راحن اخته وبنت عمه يعني ان شاء الله توصل رسالتك الى وعمه عقيد بالاتحاديه خذوا الدواعش. اريد من قناتكم المفضله ان شاء الله يوصل صوتك وينظرون الى حالتك. اريد من كل واحد نعم. شريف وعنده قيره بس ينطعفوا للمساجين المحكومين نعم. وما عندهم قضيه ارهاب. ان شاء الله يوصل صوتك الى الجهات الحكوميه وينظرون ان حالتك يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يعينك. أم علي من ديالة تفضلي. أم علي أم علي. حاتم من أربيل. حاتم أحد من أم علي وياي. صوتك حل بعيد. أم علي أم علي انقطع اتصال. حاتم من أربيل. حاتم تسمعني؟ انقطع اتصال مع حاتم من أربيل. نرجع إلى التقرير، تقرير صحيفة العربي الجديد حول التعذيب في السجون واللي نقلته من عبر مسؤولين أحدهما في وزارة العدل تحدث وقال بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه بفتح تحقيق. طبعا هذا الحكي في يناير موسع إزاء الأوضاع في السجون عموما في البلاد. ووفقا لمسؤول في دائرة الإصلاح بوزارة العدل فإن سجني التاجي والناصرية هما أكثر السجون التي تشهد انتهاكات وأن العمل على فتح ملف السجون سيبدأ منهما قبل التمدد نحو سجون أخرى كما قال. أضاف بأن هناك شكاوى سابقة وصلت إلى هيئة النزاهة تتعلق بطعام السجناء والتلاعب به لكن الأكثر خطورة هي جرائم الاغتصاب بالتواطؤ مع ضباط مقابل مبالغ مالية فضلا عن جرائم ابتزاز ذوي السجناء من قبل مسؤولين في السجون. أم علي من الديالة تعاود الاتصال. تفضلي أم علي. رحيوني حيا الله قناتكم. أهلا وسهلا بيش بس يا ريت تعلين صوتك أم علي. الله يخليش تفضلي. أقول لك حيا الله قناتكم وتواجرها إن شاء الله. أهلا وسهلا بيش. الله يخليني. هم احنا جايزين بس نطالب من اللي في طلباتنا هو من ينفذ ومن يسمحنا. طبعا ولدنا كليتهم خطه الخطف ب 2006 اصلا جثتهم ما لقيناهم والله العظيم شهد الله علي. نعم الجثث مالتهم ما لقيناهم. من اللي اخذهم؟ والخطه من اللي اخذهم؟ ياخذوا ما نعرف من قدام بيوتنا من على الشارع ونعرفهم واحد واحد واعترفوا ولساهم بالسجون حتى كل شيء ما سووا لهم لا عدماهم ولا شافوناهم من 2006. زين الحكومه ده تسوي شيء ده تشوف له شيء ده تعاقد مجرم كل شيء ماكو. بيوتنا الله يشهد علينا 5 بيوت هالجرانة وفلشوها على روسنا الحرقوه حرقوه ونفلشوه حتى تعويض معصمنا والله العظيم يشهد الله علينا. نعم بقينا شايين بالبلدان من بيت البيت. زين هم الحكومه اللي يسمعونا لان فيهم طلب
عمي والنوب فاصل لي هاي النوب مال الشكراني النوب اللي يتمرض ويبقى بيته ويخابر الدكتور ويعالجه طيب واللي توديه للمستشفى يضربوا بره ويموتوا. هاي احنا البارت ما تمنا واحد لك مال حرام شيخ مال حرام تقول حرامات حصل بالاكرام. نعم يجي يسوي ايش الحكومه؟ اللي يعملون ايش حكومتي ايش همه؟ اللي يجيبونا اللي يجيبونا هم ايران حاصمتنا وهم مأيدين ايران ايش تحكي فاصلهم ما يلبسون. عندنا جابونا ادمان البيوت خلي يصلحون خلي يولون خلي يشوفون شرهم. لا هم حمونا من المرض لا جابونا لقاح لا طلعونا ولدنا من السجون لا الاهل ولدنا حاصبهم. شنو قعدتهم على الكراسي؟ لسه رجعتهم قعدتهم على الكراسي شنو؟ شنو حاطينهم مزهريات؟ هم ما يسمعون ما يسمعون لوحتنا ما يسمعون نعيدنا ما يقولون الامهات قلوبها مش محترقه ما يقولون هذول بيوتهم متأجرت على روسهم. شنو ذنبنا ليش؟ جيتنا ويا صدام الف رحمه نروح على صدام حسين هو كان حشاك انت كم ناس كم ناس بالشارع اذا ما يصير من بعد اصلا ما يخلي كم ناس زين اذا احنا كان عندنا حزب وما كان صار عندهم مليون حزب ما نعرف يا حزب جاي ادينا والحكومه راضيه وقابله حكومه مثله حكومه المزيفه هذول حشاك حشاك انت هذول يمسحون قنادر ما يرفضون والله العظيم ولو اني يعني عيب عيب الفضيحة الفاظ كان استحوا من يسمعون هيك الفاظ اصلا وقاعدين على الكراسي كان استحوا من يتواهم من يسمعون هذا الحكي مالنا وما يقول لهم يابا اصلحوا لو تفيدون الشعب لو تصلحون هم اذيتهم اذيتهم ما تنحكي عمي ما ينفذون ما ينفذون طلب وكافه كتاب مجوع لا بطاقه تموينيه لا رواتب ولدنا عطاله بطاله عم عايشين بالمواد العمر بطل الزيف صار نعم وما عليك ب 3000 وربع ما عنده اخويا منين يجيب عيون الله يعينكم والله يفرج عن جميع العراقيين. ام علي من دياله كانت معنا وقصه ماساويه اخرى تعود الى العام 2006. معنا علي من اربيل تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. أنا نطالب أن المساجين مالنا ينوى. نعم. يعني قضاتي بيتها تحدد يكتئ. سجان يكتئ. نعم، شنو قصتك؟ يريدون فلوس. شنو القصة قصتك؟ ها؟ شنو موضوعك؟ موضوع أن المساجين. نعم. منو عندك مأخوذ؟ يعني وشنو تهمته؟ وش وقت ناخذ؟ انا حكي لك شيء شفت شيء شوفه يعني تفضل عيني يعني لو يتشكل عنده ابو صفار ويموت من ابو صفار بتشتي ها لو بالتعذيب بجيب اختك قدامك اذا ما تعترف وبصمك لو فلوس قاضي بيدو يقتل مازن حماري نعم يعني بيته يغلط على عرضك وما ادري يجي يعذب ويقتل ويبصمك يقول لك لا حبيبي انا بصمك ابصمك ما تفلح مني بعد ما وصل نص المساجين نص نينة وراحت مساجين اذا مختار يزكيك ومنطقتك يزكيك وغير يقول لا ذول قرايبك ايه يعني نص العالم ما يديش أطفال نسوان أنت كنت وين مسجون علي؟ بالفيصلية بالفيصلية نعم بالموصل بالفيصلية ومات واحد قدامي اشتكى علي من دخل القاعة بوقت حيشي اشتكى من بادوش اشتكى علي واحد من القاعة عقبه واحد شبيش اسمه رئيس يونس واشتاله دق 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 بعد ثلاث أيام قضب القاعة وراها مات نعم ايه سأل ما عنده اي شيء يعني دشر حياته من وراء من جماعة بالقاعة اشتكوا عليه واشتروا هذا ايش قد ظلت معتقل بالسجن علي؟ اربعة اشهر اربعة اشهر
يعني حالة بنوب بنوب، لا ملابس لا مواجهة لا شيء، ما يفوت عليهم. وأجل أقسم بالله ثلاث أيام ما أطلع بطنك كله تمني يقرقع الصم وانتي تفرط من الجوع. يعني بعضهم يقول إذا يريد واحد من القاعد تردي نفسه على الصمونة يضيعك، يوصل له هذا يقول له هذا كذا وكذا، يروح يطلعك برا الحرس يشبع بيك شتر. وريت ترفع لنا الشيء هذا وتوصل لنا إياه. نعم الحمد لله على سلامتك، نسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء. علي من أربيل كان معنا معتقل سابق في أحد سجون الموصل. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود لكم. مو داعش، احنا طبقة ضعيفة ضلينا بالفلوجة، لا حد سأل علينا لا حد قالش محتاجين، والله شغلتك كلاب هنا. اريد احد يسمع صوتنا، احنا ما مو جاعي لا على الطرحين ولا على التمن، انا هسه بدون ولا رجال بالبيت، ما يصير هيك يعني، انا حد يرحم بينا يقول هذا النساء شنو ذنبه. احنا نريد ظلمنا المسؤول عليهن هادي العامري، تلقانا هادي العامري هناك سنع الظلم قال ساعة ويحقونكم. ليه هسه مواليد 2000 شنو ذنبه عمي ولا سن بحقه شنو ذنبه؟ 11 واحد راني من بيت انهجم بيتي، اني اني زوجي موظف مو داعشي، احنا طبقه ضعيفه ظلينا حصرين هناك بالفلوجه تحمل الجوع والضيم، ما حد يصرف علينا، اني مو جوعان على الطحين ولا على التمن، تعالوا خذوه انطوني ظلمي ظلمنا اريدهم اني. اهلا بكم من جديد، معنا اتصال ام محمد من الموصل، تفضلي ام محمد. اخوي انا اريد يعني على مود احكي على مود السجناء. تفضلي. اخويا خذوه من يوم انحرروا. نعم. نعم ام محمد استمري. ما منحر اخويا خذوه من حرروا مناطقهم. ايه منطقة النمرود. نعم. ايه وما نعرف وين، منو اللي اخذه؟ مكافحة الفرقة الثالثة على المدرعة. مكافحة الارهاب؟ ايه الفرقة الثالثة على المدرعة. نعم. ايه وما نعرف وين، من ذاك الوقت وما عنده كل شيء، اخذوه من البيت. اي والله ما اعرف وين. اي والله، والحل احنا نريد حل ابو خطيه، شنو هاي حاله المساجين هيجي، ما يصير خما ما هو مسلم، خما بس يقلبوه مشوه خذوه بس واحد يقول هذا هيك هذا هيك ياخذونه، ما يصير هذا، شنو الظلم هذا. اي زين، راجعتوا سجون، راجعتوا جيش شرطه، راجعت وزارة عدل، ما خلينا ما دورنا كل قلنا نعم ما ننقل. اي والله وخطي والله عنده يعني هو ما عنده كل شيء ابد. نعم ما خلينا سجون منطقه مراكز شرطه، ما خلينا ما وين ودوا يعني قابل وين ودوا. الله يعينكم، ما يصير هيك هاي تفيد مرة يعني هنا المواصل، فرد مرة يعني هيك هنا المواصل خطية. نعم محمد، نسأل الله أن يفرج عن جميع الأبرياء. محمد من الموصل كانت معنا، طبعا إن كان المعتقل إن كان بريء وإن كان متهم فمن حق ذوين يعرفون شنو تهمته وبيش حكم القاضي وين مصيره صار، بس هذه الشهادات تؤكد ما جاء في التقارير الدولية بأن العراق من أكبر بلدان العالم بعدد المفقودين، الجماعة يأخذوهم يذبحوهم أو ربما يحطوهم في سجون سرية كما تشير بعض التقارير إلى وجود سجون سرية مثل السجون اللي موجودة في جرف الصخر. نرجع إلى تقرير صحيفة العربي الجديد، حيث تحدث المسؤول في وزارة العدل إلى أن الانتهاكات بدأت بقرار من وزير العدل الأسبق حسن الشمري. شوف
الانتهاكات بدأت بقرار من وزير العدل الأسبق حسن الشمري، يعني هذا شلون وزير عدل؟ لجهة قبول المئات من أفراد الميليشيات في الوزارة بقطاع السجون ضمن خطة الدمج التي سبقت اجتياح داعش عام 2014، بالتالي فقد أسس هؤلاء لقاعدة الانتهاكات الكبيرة في السجون، وصلت إلى حد تشكيل مافيات تدير تجارة الممنوعات من داخلها. أكد مسؤول آخر في بغداد فتح الحكومة لملف الجرائم والانتهاكات بالسجون، طبعا فقط تصريحات ولكن على الأرض لا يوجد شيء، حيث كشف أنه سيتم استدعاء الكناني لتسجيل ما لديه من معلومات ووثائق، واعتبر بأن التحقيق لا يتحمل الإعلان عنه في وسائل الإعلام كونه غير مشرف. إذا غير مشرف ليش ما تروحون أنتوا وتشوفون الوضعية اللي صارت بالسجون؟ لو هي بس تخافون على مناصبكم وتخافون على أساس جد أيباخ جد أنتوا خايفين على يعني موضوع السمعة وغير السمعة. أضاف بأن موضوع التعذيب أو سوء المعاملة يبدو هينا أمام الجرائم الجديدة المكتشفة للإعلام. طبعا كانت منظمة Human Rights Watch قد دعت في وقت سابق الحكومة ومجلس النواب في العراق إلى إقرار تشريعات تعالج أوجه القصور الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني، وشددت على أنها طالبت السلطات على مدى السنوات الماضية بالإعلان عن العدد الإجمالي للأشخاص في السجون، لكنها رفضت القيام بذلك، وهو ما جعل من المستحيل تقييم ما إذا كان الإفراج حتى الآن قد قلل بشكل كاف من الاكتظاظ الحاد أو من مبدأ التباعد الاجتماعي. معنا اتصال أبو وطن. منين؟ من لندن. تفضل أبو وطن. عيوني. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. عيوني. أول شيء بس أردت أتأكد أول شيء الحديث اليوم عن السجون والمعتقلين. نعم. السجون يا سجون من عدها، سجون الحكومية لو سجون الميليشيات بشكل عام نتحدث. بشكل عام. نعم. لأن أكو فرق طبعا تعرف. شنو الفرق بيناتهم؟ فرق كبير. أكو سجون اللي أسسها صولاغ. نعم. حسن السمعة اللي كان بيها الدريل وغير الدريل، هاي اللي كانوا ياخذون الناس من الشوارع على الهوية وشكوا مقاوم للاحتلال، اللي هسه هم صاروا مقاومين للاحتلال على أساس كانوا ياخذوهم هناك يعذبوهم ويبتزوهم وبعدين ياخذون يجتزعوا من عندهم اعترافات ويحولوهم على المحاكم الحكومية وتحكمهم بالإعدام. وأكون لا، هاي السجون الحكومية الحالية. نعم. طبعا نفس الاساليب هي، بس الفرق النهايه مقننه بقانون وهذيك بالخفيه ما حد يعرف بها، لكن الثلاث موجودات بالعراق. نعم. موجودات. الكل يعرف انه طبعا اكو انتزاع، اكو اعترافات جاي تنتزع بالقوه. نعم. بالابتزاز وبالترهيب. نعم. يعني صارت المساله معروفه لكل العالم. ابتزاز بالعرض والشرف، بالمال، بحياته، بالتعذيب. بس السؤال هنا السؤال، يعني هذا السؤال المحير، هذا المتهم البريء اللي تنتزع من عنده هاي الاعترافات بالقوة وبالترهيب. نعم. لما يعرض على القاضي، القاضي هذا ما يعرف ان هاي الاعترافات انتزعت من عنده بهاي الطريقة حتى يحكم عليه بالإعدام او بالسجن المؤبد؟ نعم. يعني معقول هذا الإنسان البصير يعرف هاي الاعترافات كيف أخذت من هذا الإنسان؟ وهذا قاضي متمرس ما يعرف أم إن المسألة متفق عليها؟ هذا السؤال يحتاج إلى 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 حلقة بصراحة حتى نعرف. إحنا بدولة، طبعًا إحنا نعرف إحنا مو بدولة، بس على أساس دائمًا يحكون يقولون القضاء مستقل والقضاة لا زالوا بخير، نريد نعرف فعلًا لا زالوا بخير لو هم انضموا. هاي 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 النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي أريد أتكلم بها إذا ممكن. تفضل. هاي المناشدات اللي جاي نسمعها اللي تدمي القلب. نعم. اللي الإنسان لو عنده ذرة من الشرف والغيرة من يسمع هاي النساء جاي تستنجد بالشوارب تريد تنقذ أبنائها وأزواجها وإخوانهم، هذول اللي يسمون نفسهم سياسيين السنة وغيرهم، هذول شنو ماكو شرف يعني؟ حلبوسيها وغيره ما أبد كلش راحت الغيرة؟
راح الشرف. شنو زين المقابل؟ شنو مثلا فلوس؟ بكتوا بما فيه الكفايه، نهبتوا بما فيه الكفايه، كرسي تخسون انتم اهل كرسي، لما راح يخلوكم؟ يذبونكم تناتيب وتدوسون على روسكم حش السامع. اذا على شنو قابلين؟ لا. شرف؟ ماكو شرف؟ وين وصلتوا لي احد يعني لحد وصلتوا؟ نعم حسبي الله ونعم الوكيل. انا اشكرك ابو وطن من لندن، كان معنا ابو فاطمه من العماره. تفضل ابو فاطمه. ابو فاطمه تسمعني؟ فقدنا اتصال مع ابو فاطمه من العماره، طبعا عضو نقابه المحامين العراقيين في بغداد كرم العيثاوي، قال بان غالبيه السجناء يعانون سوء المعامله وابتزاز ذويهم، خصوصا النساء اللواتي ياتين لزياره ازواجهن او ابنائهن، فضلا عن سوء التغذيه واكتظاظ السجون بالنزلاء وانتشار الامراض المعديه. اما في السنوات الاخيره فانتشرت اكثر من ظاهره، ومنها القضايا اللا اخلاقيه، قال بتعاون وتنسيق ما بين مسجونين يلقبون داخل السجون بالبشوات وضباط ومسؤولين العنابر في بعض دوائر الاصلاح التابعه لوزاره العدل. واوضح بان الحكومه والسلطات المسؤوله تعلن دائما عن تشكيل لجان تحقيقيه بهذه الملفات التي عاده ما يثيرها قانونيون وناشطون، الا انها لا تعلن عن النتائج أو لا تعلن عن النتائج التي تصل إليها في التحقيقات. في تصريح آخر وتأكيد سابق للنائب رعد الدهلكي، قال بوصول عشرات الشكاوي لهم في الفترة الأخيرة من السجون، لكن الحكومة لا تحرك ساكنا، وأشار إلى أن سجون العراق تشهد الكثير من الجرائم والانتهاكات وسط صمت حكومي وقضائي، وأسوأها هو تعرض ذوي النزلاء للابتزاز من أجل إجراء مقابلات مع أبنائهم، وهناك عمليات فساد كبيرة تقودها مافيات تابعة لأحزاب سياسية بهذا الملف. وشدد على أن بعض السجون تتكتم عن أعداد الوفيات الحقيقية وعن أسبابها، خصوصا سجني التاجي في العاصمة بغداد والحوت في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، وهناك حديث عن انتشار أوبئة وأمراض داخل السجون، كما أن ذوي المسجونين يدفعون الكثير من الأموال من أجل إدخال الطعام والملابس إلى السجن. طبعا حول ذلك عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي قال في يعني تحدث وقال بأن الحكومة ودوائر الإصلاح ووزارة العدل والمنظمات الحقوقية والإنسانية مطالبة بالتحقيق في بعض المعلومات الأخيرة حول السجون، وأضاف أنه يجب كشف نتائج تحقيقات تلك الدوائر أمام الإعلام، تحديدا التحقيقات المرتبطة بالسجون التي تحدث فيها انتهاكات كثيرة كالتاجي ببغداد والحوت في الناصرية وتلكيف بنينوى. ونوه إلى وصول تقارير من منظمات ومن فوضية حقوق الإنسان إلى وزارة العدل في وقت سابق تحدثت عن عشرات الحالات من عمليات المساومة والرشا التي قادها ضباط ومسؤولون. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. رسالة من حسام يقول: هذا يا دين يا إسلام يسمح بخطف الناس؟ والله بس الأشرار الحاقدين هم اللي يخطفون الناس حتى ينتقمون، والحكومة تتستر عن المجرمين الأحزاب والحكومة، خلوا حياة الناس ظلم وقهر. رسالة جاء فيها تقول أم كرار تقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا أخذكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل وقالوا استفسار ونرجعهم، ولغاية الآن ما نعرف عنهم شيء، وين مروح ما ينطون الصحيح، وصار 4 سنوات من أخذوهم. تقول زوجي وأولادي زوجي بغدد سرطانية، وأولادي تقول بعدهم صغار، تقول حسبي الله ونعم الوكيل. الرسالة طبعا طويلة، نرجو دائما ونقول للأخوة والأخوات أنه يرجى إرسال رسالة قصيرة من سطر أو سطر حتى نقدر نقراها. هنا الرسالة راح أقرأ آخر ما أرسل، يقول: للعلم الأمم المتحدة إلها إيد بما يحصل للشعب العراقي وقتل الشعب العراقي
والأمم المتحدة تصمت من أجل الأموال التي تأخذها من الشعب العراقي من الحكومة والميليشيات، وإيران تدعم الميليشيات بقتل الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب. نعم، أبو راشد من عمان يقول الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الأمريكي يتحدثون عن حقوق الإنسان في كافة الدول وعن العراق، لم يتطرقوا ولو في خجل عليهم. نعم، معنا اتصال بشرة من الموصل، تفضلي بشرة. يلا تفضلي بشرة. الله يحفظك. احنا هذا المكان احنا هاي صار لهم 4 سنين يفوتون بالخامس، كل شيء ما نعرف عنهم. طلعنا من نتحرر اذا نطلع اخذوهم الاتحاديه، قالوا وزع تشتر ورجعوا واخذوهم وحش. نعم، ولحد الان كل شيء ما نعرف عنهم. شو وقت اخذوهم ومنو اخذهم؟ اخذوهم الاتحاديه. تمام، يا سلام. رد السريع اخذوهم 26/5/2017، يعني بعد ما رجعتوا للموصل. بعد ما طلعنا، بعد ما طلعنا ما تحررنا بعد. هو ده نتحرر ده مثل يعني طلع قبلنا، يعني ما قبلنا نتحرر بالخامس نهاية قبل رمضان. نعم، طلعوا. ولغاية الآن ما تعرفون وين مصيرهم؟ والله ما نعطي شيء عنهم، يعني أبد أبد. كل مساجين نروح نسأل عليهم، عنده أطفال على شكل الأرض، أطفال يعني حتى أبوه ما كان صغير كبرت صار بالمدرسة وما شاف أبوه. نعم، وش ما أريد منكم بس الله يرضى عليكم، الله يحفظكم. والله ما عندهم شيء، لو عندهم شيء يقول والله كل شيء ما عندهم، حرام. طلع عوائل من يمنا، طلع عوائل ومشال قاس احمد داعش قال انا حاميكم ومشي طلعكم لان جابوا البيوت ما ايه لا. وطلعهم قبل ما طلعهم هو حل دلتها قبل ما وصلوا للجيش شاف وصلوا حاجة قال ما شالت يعني السلاح قال ما انا شايف والعوائل قال لابو والله هذا ما عنده شيء والله هذا بريء هو خلصنا هذا الزمن. ولحد الان شو انا فعلهم. الله يعينكم والله يفرج عن جميع الأبرياء في العراق. رسالة أختم بها البرنامج، يقول في العراق أسوأ حكومة وأسوأ قضاء وأسوأ سجون وأسوأ تعليم وأسوأ صحة وأسوأ أسواق وخدمات في العالم عبر التاريخ. أبو حاتم من الموصل. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.